بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة المهداة للعالمين، نبينا محمد وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لإخواننا في هذا الجامع بمثل هذه المناشط المباركة ومثل هذه اللقاءات والحلقات والجلسات، فإنه مهما تنوعت الوسائط في التعليم والوسائل في التوجيه والإرشاد، فتبقى لذة حلقات المساجد وجلساتها تلك الجلسات الإيمانية الروحانية التي تنتشل هذا القلب الذي بين الجنبين من هذه الدنيا بشهواتها وملذاتها، ليعيش لحظات الإيمان ويعيش لحظات السمو والروح، ليتذوق معنى مجالس الإيمان ورياض الجنة في زمن ربما كثرت انشغالات الناس، مشغولون الكثيرون مشغولون بلا شغل، المحرومون الذين حرموا أنفسهم من أجر هذه الجلسات ليس بأجرها فقط، وأجرها عظيم، لكن بآثارها الإيمانية ولذتها الروحانية التي كل أحد منا في مثل هذا الزمن ومثل هذا العصر بمتغيراته وشهواته وشبهاته هو أحوج ما يكون لمثل هذه الجلسات. محرومون، والله محرومون، الذين حرموا أنفسهم حتى من الصالحين والصالحات، الذين ربما ترفعوا عن مثل هذه الجلسات بادعاء الانشغالات والمواعيد واللقاءات، لكن حقا محرومون في زمن قست فيه القلوب وجفت فيه الدموع والعيون، في زمن أصبح الخواء الإيماني لدى الكثير من النفوس حتى أصبحت تشتكي الكثير من الأمراض القلبية والنفسية، الاكتئاب، القلق، الانطواء، الضيق وغيرها مما امتلأت به العيادات النفسية. وأقولها مرة أخرى حتى من أولئك الذين ظاهرهم الصلاح من الإخوة والأخوات، لأن الإيمان ليس مجرد مظاهر، وإن كانت المظاهر مطالب شرعية، لكن الإيمان هو أسرار حياة قلوب، أسرار بين الحبيب والمحبوب، أسرار بين الخالق جل وعلا والمخلوق، حياة الروح التي يفقدها الكثير الكثير منا في عصر التقنيات والشهوات والرغبات، في عصر الانشغال. ولذا هنيئا لكم أنتم معاشر المؤمنين والمؤمنات ممن حافظوا على مثل هذه اللقاءات واحتسبوا أجرهم وجاهدوا أنفسهم واقتطعوا شيئا من لحظاتهم للجلوس في بيت من بيوت الله يستمعون لذكر الله لتحيا القلوب ويزيد الإيمان في عصر جفاف الإيمان. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يلطف بنا وبكم، خاصة إذا كان الحديث يحلو ويجلو بمثل هذا الموضوع العظيم، نبي الرحمة، كلمة يهتز لها الفؤاد. نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا يستطيع الإنسان والله مهما بلغ من العلم أن يجرؤ على الكلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم بسهولة. نبي الرحمة، ومن نحن حتى نتحدث عن هذه القامة العظيمة، عن هذا الحبيب، عن هذا الأسوة، عن هذا العظيم صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي الذي بذل النفس والنفيس من أجلنا نحن، هل يعلم الأجيال ذلك؟
هل يتربى الأجيال في هذا الزمن على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بذل من أجلهم النفس والنفيس، تحمل الكثير من أجل أن يوصل لهم هذا الدين بهذا الصفاء وهذا النقاء وهذه الطهارة؟ عندما نتحدث عن نبي الرحمة نحتقر أنفسنا كثيرا، ونستغفر الله تعالى كثيرا أن يجرأ أمثالنا على الحديث عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. نغوص في السيرة، نقرأ في كتب السيرة، نعيش مع حياته صلى الله عليه وسلم، فنعلم أننا بعيدون كل البعد عن حياة هذا الرجل. نرى حالنا في زماننا فنقرأ شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام، ونطلع على شيء من كتب السيرة، فوالله نعلم أننا في فجوة كبيرة كبيرة بين حقيقة حياة هذا الرجل وبين ما نعيشه من جفاء في هذا الزمان. إذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما حدث وروى أبو داود الطيالسي في مسنده أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان إذا روى أو حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا انتهى أخذته الرعدة وتلون وتغير وجهه، ثم قال أو بنحوه أو بمعناه أو بما يشبه ذلك، كل ذلك خشية واحترام وتقدير لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ابن مسعود في مثل هذه الحال فماذا نقول نحن الضعفاء عندما نتحدث عن حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام؟ أحسن الإخوة كثيرا باختيار مثل هذه السلسلة المباركة، كانت والله من أسباب الاستجابة لهذه الدعوة. عندما يشعر الإنسان أنه ينضم لكوكبة من إخوانه يتحدثون في مثل هذا الموضوع في زمن الناس أحوج ما يكونون للحديث عن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، كنت أتردد كثيرا يا ترى أي صفحات سأقلبها في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، كيف سيكون البدء في هذا الحديث؟ الصفحات أمامي بالآلاف، المواقف عجيبة، الدروس ثمينة، أعرف أننا في خسارة، وأي خسارة لما ابتعدنا عن هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ليس الهدي في جانب العبادة أو جانب المعاملات، بل الهدي حتى في القصص، في السيرة، في اللذة التي يقرأها الإنسان عندما يعيش مع حياة هذا الرجل. إذا كان أهل هذا الزمان تجرأوا على الحديث عن السيرة الذاتية وعن الشخوص من فلان وعلان في تجاربهم الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، فكيف بنا نغفل عن هذه التجارب، عن هذه الحياة الثمينة العظيمة، حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أعلنها الله تعالى من فوق سبع سماوات نداء للمؤمنين والمؤمنات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هل هي لكل أحد؟ هل هذه الأسوة القدوة لكل أحد؟ لا، فهناك قلوب تغفل، هناك قلوب تغرق في الشهوات. إذن لمن هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هكذا تكون سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، ليس لكل أحد. فكن أنت يا عبد الله، وكوني أنت يا أمة الله، من هؤلاء الذين فعلا رجوا الله وخافوا الله ويرجون الله واليوم الآخر، خاصة عندما يستلهمون الدروس والعبر مع وقفات نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. تعالوا نسير وننظر لشيء مما تحمله وبذله الحبيب صلى الله عليه وسلم من أجلنا. نعم، من أجل هذه البشرية، من أجل أن ينقذها من ضلالات وظلمات، من أجل أن يخرجها من الظلمات لتعيش في النور، نور السعادة، سعادة الحياة. تعالوا لنقف على شيء مما لقيه صلى الله عليه وسلم من الأذى، من الحزن، من الحرقة.
حتى نشعر نحن والأجيال من الأولاد والبنات الذين فقدوا القدوة. وأقولها بمرارة، نعم، أجيالنا أولادنا في الذات أكبادنا فقدوا في هذا الزمن القدوة. ربما أصبحت نفوسهم البريئة تتعلق بأبطال من ورق، أبطال هنا وهناك في الفن، في الرياضة، في التجارة، في غير ذلك، لكن البطولة الحقيقية التي شهد لها القرآن والتي جعلها الله تعالى أسوة وقدوة غابت اليوم عن الأجيال. وإن شئتم الدليل، اسألوا البعض من الأبناء والبنات عن أبسط الأمور عن حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن حياة نبي الرحمة، اسألوهم حتى تقفوا على حقيقة الأمر، اسألوهم لنعلم أي ذنب يا ترى أجرمناه بحق الأجيال المعاصرة من الفلذات من الأبناء والبنات، يوم جعلنا بينهم وبين نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام فجوة كبيرة لا يعلم الكثير من أبنائنا وبناتنا عن هذا الرجل، عن هذا النبي العظيم، إلا الشذرات هنا وهناك. يا الله يا الله، كم نجرم في حق الأجيال المعاصرة. إي والله، مسؤولية الآباء، الأمهات، المربين، المعلمين، المعلمات، المسؤولين، العلماء، الدعاة، الإعلام، مسؤولية تحملها الجميع. يوم أن جعلنا هناك انفصام نكد في شخصية الأبناء بين حقيقة الدين الذي يدينون به والذي يسمعونه والذي ربما يشاهدونه في الركعات والسجدات في المساجد، وعندما يخرجون لواقع الحياة ربما ينسون ويغفلون عن الكثير الكثير من جانب هذه الشخصية الإيمانية الفذة. على الأقل تعالوا اليوم لنقلب بعض الصفحات، لنقول للأجيال، لنقول للأولاد، لنقول للبنات: هكذا كان عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، تعالوا لتعلموا ولتروا ماذا عمل من أجلكم، كيف ضحى بعمره، بلحظات حياته، كيف عاش لحظات الألم، لحظات الحزن، لحظات القسوة، كيف تحمل الكثير الكثير عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينتشي لنا من الظلمات إلى النور، من أجل أن يجعلنا نعيش بهذه العقيدة الرائعة الصافية بصفاء ونقاء، بعيدة عن الشرك ولوثات الشرك ولوثات تعطيل العقول. يوم عبدت وتعطلت العقول فعبدت الشجرة والحجر والبشر هنا وهناك، نراها عندما نلتفت في الأصقاع المعمورة كيف حال الناس في معتقداتهم، ولما نرى حالنا بمثل هذه البلاد وغيرها من البلاد التي عاشت وامتن الله تعالى عليها أن تعيش على الكتاب والسنة بفضل صاحب الرسالة، بفضل الرجل الأول، بفضل نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لقد لقي عليه الصلاة والسلام الكثير من الأذى، عاش الكثير من الحرقة التي ألمت به صلى الله عليه وسلم، حلت به المصائب، حلت به الآلام. والله لو حلت على جبل لدكته وأذابته، فكيف بقلب الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ كيف بقلبه الشفيق الرحيم؟ آه لك أيها الحبيب، آه لك يا نبي الرحمة، فداك أنفسنا، فداك أنفسنا وأرواحنا، آن الأوان لتنطلق الحملة، تلو الحملة لتنطلق حملة الحب للحبيب صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي لحقيقة المحبة له عليه الصلاة والسلام. آن الأوان ليطلع الأولاد والبنات على سيرة نبيهم الذي تحمل الكثير الكثير من أجلهم. آن الأوان ليتذكر المربون والدعاة والعاملون صبر وتحمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإنسانية، من أجل البشرية، من أجل أن يأخذ بهم إلى النور، إلى السعادة، إلى تبليغ رسالة التوحيد، إلى تبليغ رسالة لا إله إلا الله. تحمل عبئها ومضى بحزم وإيمان يحيل الصخرة تبرا. آن الأوان ليسمع أبناؤنا سيرة أعظم بطل في التاريخ،
نعم معاشر الأبناء، أعظم سيرة بطل، أعظم بطل عرفه التاريخ، رجل بذل حياته وتحمل الكثير الكثير من أجل أمته، بل إن كل أحد يوم القيامة في شدة العرصات في شدة الأهوال كل أحد يقول نفسي نفسي، أما الحبيب صلى الله عليه وسلم أما نبي الرحمة فهو يقول أمتي أمتي صلوات الله وسلامه عليه. تعالى الله من أحذاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد. تعالوا نغرس، نغرس مع هذه الكلمات وتقليب هذه الصفحات محبة الحبيب في قلوبنا أولا، ومحبته في قلوب أولادنا وفي ذات أكبادنا ثانيا. تعالوا لنعرف بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ليطلع العالم يوم أن سخروا به، يوم أن استهزأوا به، يوم أن رسموا ما رسموا وقالوا ما قالوا ولا يزالون، لكنه صلى الله عليه وسلم قمة، قمة تناطح السحاب لا يضيرها، لا يضير تلك القمة أمثال هذه الهنات هنا وهناك، بل إنها بالونات فقاقيع سرعان ما تذهب عندما يعلمون حقيقة هذه القمة وهذه السحب التي تعانق السماء. الصفحة الأولى من تلك الصفحات الأليمة، صفحات الأذى التي واجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم وأنا أقلب صفحات السيرة آلاف الصفحات آلاف المواقف والله لا أدري من أين أبدأ. الصفحة الأولى التي اخترتها لكم كانت البداية امرأة، امرأة تدعى أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب. انتفضت تلك المرأة لما سمعت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. حشرتها هذه الآيات، ضاق صدرها بهذا اللهب، فخرجت كالمجنونة، خرجت تولول في شوارع مكة لا تلوي على شيء، تبحث هنا وهناك، تدور في الطرقات تبحث عن انتقام يخمد هذا الجمر الذي اشتعل في صدرها، تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم. قصدت المسجد الحرام، رأت أبا بكر الصديق، أقبلت عليه ولها ولولة وفي يدها فهر أي حجر، وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بجوار أبي بكر، بجانب أبي بكر، رآها أبو بكر ورأت أبا بكر، لكنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترى الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر لها، أو قال لأبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أقبلت وأنا أخاف أن تراك يا رسول الله فتؤذيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة، لن تراني، لن تراني، إنها لن تراني. وقرأ قول الحق عز وجل، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فأخذ يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، والمرأة تتحدث مع أبي بكر ولا تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه. وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول لقد علمت قريش أني ابنة سيدها، كانت تعرف أن أبا بكر الصديق وصادق، ولما قال لها لا ما هجاك صدقت ورجعت مباشرة، وكانت تقول لقد علمت قريش أني ابنة سيدها، كانت تظن تلك الآيات شعرا، تظنها شعرا، ما كانت تعرف أن هذا قرآنا. فقد قالت لأبي بكر يا ابن أبي قحافة ما شأن صاحبك ينشد في الشعر، لماذا يهجوني بالشعر والقصيد؟
فقال أبو بكر: والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس قد قال في جيدها حبل من مسد؟ ما يدريه ما في جيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لها: ترين عندي أحدا؟ هل ترين عندي أحدا؟ فإنها لن تراني، جعل بيني وبينها حجاب. فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة؟ أتسخر مني يا ابن أبي قحافة؟ والله ما أرى عندك أحدا. ثم عادت هذه المرأة إلى بيتها. عادت هذه المرأة تحمل الفشل، تحمل عارها، وتحمل المزيد من الحطب، وتحمل المزيد من الشوك، تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح الأبواب لسفهاء مكة ومراهقيها، تخرجهم من منازلهم. لماذا؟ ليؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليحملوا معها مزيدا من الشوك والحطب يضعوه في طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففضحها القرآن بتلك السورة المباركة. إذن هذه امرأة من النساء، لكنه الجانب السلبي في حياة المرأة، ولا شك أن هناك جانب إيجابي كبير في حياة المرأة، لكنها ليست أي امرأة، إنما هي المرأة المؤمنة. المرأة المؤمنة فإن كانت امرأة أبي لهب أصبحت قدوة للنساء اللاتي يحاربن الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنته إلى اليوم، فإن هناك نساء كثر هن قدوة في الجانب الإيجابي ممن يحملن هم بلاغة والحفاظ على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. تعالوا نقلب صفحة أخرى، صفحة تعلن استمرار مسلسل الاضطهاد والأسى للحبيب عليه الصلاة والسلام. فقد قررت قريش أن تملأ مكة بالدماء، فها هم وقد أمسكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضربونه ضربا شديدا حتى أسالوا الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام. يهرب عليه الصلاة والسلام هائما مغموما كئيبا، فيأتيه جبريل عليه السلام وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة. فقال له جبريل: ما لك يا محمد؟ فالتفت صلى الله عليه وسلم لجبريل فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال جبريل: أتحب أن أريك آية؟ يريد أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، أتحب أن أريك آية يا محمد؟ قال: نعم. قال: فانظر إلى تلك الشجرة. فنظر عليه الصلاة والسلام من وراء الوادي، فقال جبريل: مرها يا محمد، ادعو تلك الشجرة. فدعاها عليه الصلاة والسلام فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. فقال جبريل: مرها فلترجع يا محمد. فأمرها صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى مكانها. فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل: حسبي آمنت بالله. ما أعجبها من صفحة ترسم آية عظيمة تسليه صلى الله عليه وسلم، تمسح عنه دماء نازفة دموعا حارقة، فيعود لمكة مرة أخرى. يعود عليه الصلاة والسلام لمكة ليواصل تبليغ رسالته، مع علمه ويقينه أن الأذى لن ينفك عنه وأن قومه لن يتركوه بحال من الأحوال. فكانت صفحة ثالثة من صفحات هذا الهدي وهذه السيرة العجيبة، تهمة جديدة من أنواع التهم التي تطلقها قريش عليه هنا وهناك. إنها صفحات تعلن الأسوة والقدوة لكثير من المؤمنين والمؤمنات، ومن الصابرين والصابرات في هذا الزمن، ممن ربما يواجهون العنت أو السخرية أو غير ذلك من العتب أو من التعب في طريق الدعوة. يرجع صلى الله عليه وسلم لمكة ليواجه تهمة، لكن هذه المرة تهمة قاسية، تهمة مؤلمة. قريش تريد أن يبتعد الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم، قريش تريد أن ينفر الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم، وبأي حيلة، لا سيما عندما يسير الحجيج نحو مكة، فإنهم لا يريدون أن يتسامع الحجيج،
بهذا الرجل ودينه. إذن ما الحل؟ ماذا نفعل؟ أي تهمة يا ترى وأي فرية نستطيع من خلالها أن نصرف الناس عن هذا الرجل؟ فكروا، دبروا، تداعوا، تشاوروا. لا شيء يفر الناس منه مثل ما يفرون من المجنون والمجذوم. إذن فليكن محمدا مجذوما مجنونا، لنتهم محمد بالجنون ولنعلنها بين الحجيج عبر الإعلام كله أن هذا الرجل رجل مجنون ورجل منبوذ ورجل من فيه جذام قالتها قريش دون حياء. سبحان الله، الصادق الأمين الذي كنتم بالأمس تحتكمون إليه عند وضع الحجر، الرجل العاقل الحكيم صيروه مجنونا. ولكنها العداوة، نعوذ بالله من العداوة. قالتها قريش وأعلنتها بأن ما يأتي به من كلام أو من آيات أو من أقاويل إنما هو مجرد هراء يهذي به بلا وعي، إنه المكر الكبار، إنه الظلم التجبر عند الكبار. فرية طارت بين الحجيج، طارت في منتديات مكة، صدقها الأغنياء بل حتى العقلاء الذي حال بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ضباب كثيف من الباطل والبهتان، كما يحول اليوم الحق الناصع ضباب يوضع، ربما يضعه الإنسان بنفسه بينه بين عينيه وبين تلك الحقيقة لمجرد سماع سمعة، أو لمجرد قيل وسخرية، أو لمجرد هنهنات واتهامات قيلت هنا أو هناك بأي وسيلة إعلامية كانت حول الإسلام، حول أصحابه، حول أهله، حول دعاته، حول علمائه، حول الصالحين والصالحات. كلمات ربما تقال وتعلن، وربما تطير في كل مطار، ربما تكون ضبابا وضبابا كثيفا بين تلك الأعين المسكينة وبين تلك الحقيقة. إذن حال بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ضباب كثيف من الباطل، من البهتان، من التدليس، من الاحتيال. التحذير من الإنسان قبل أن يسمع رأيه وقبل أن يسمع قوله. أحد هؤلاء العقلاء رجل من أزد شنوءة، اسمه ضماد، قدم مكة وكان يرقى الناس من رياح الجن والسكن وغير ذلك. سمع سفيها من سفهاء الناس يقول أن محمدا مجنون، فقال ضماد أنا أعالج الجنون، ما دام الرجل مجنون وينتشر الخبر عنه بمثل هذه المنتديات وطار في كل مطار، لعلي أن أنال الخير من هذا الرجل فأعالجه. إذن جاء إليه مداويا، جاء إليه طبيبا، فقال ضماد آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. يقول ضماد فسألت عن محمد ولقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد إني أرقي من هذه الرياح وإن الله يشفي على يدي من يشاء، فهلم إلي لعل الله أن يشفيك على يدي. فقال محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالها ثلاثا. فقال ضماد والله 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 لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، ما سمعت مثل هذه الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وعلى قومك يا ضماد، ليس فقط عنك بل وعلى قومك يا ضماد. فقال ضماد وعلى قومي، كلمات حق كشفت لهذا الطبيب كم هو مريض،
كلمات نور مقتبسة من السماء كشفت لهذا الطبيب كم هو مريض، كشفت له أي عملاق صادق ماثل أمامه. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهداية هذا القلب الذي جلس بين يديه، بل حمله عليه الصلاة والسلام رسالة البلاغ لقومه أيضا. أتدرون لماذا؟ اسمعوها وعوها، لأن الإسلام بحاجة إلى أمثال هؤلاء العقلاء. الإسلام معاشر الإخوة والأخوات أيها العقلاء، يا من امتن الله عليكم بالعقل بالفصاحة بالبيان، إسلامكم اليوم بأمس الحاجة لينتشر وليبث في كل مكان. ولذلك حمله عليه الصلاة والسلام رسالة التبليغ لقومه، حملنا أيضا إياها. وكأنه صلى الله عليه وسلم يحملها ضماد، يحملها كل عاقل بعد ضماد من الأمة. فمن منا يا ترى، من منا سيفوز بهذا الشرف العظيم في أيامنا هذه؟ لأن الأجر على قدر المشقة، لأن الأجر كلما تكالبت الظروف والأحوال والاتهامات والسخرية بهذا الدين، كلما كان الأجر أعظم عند الله عز وجل. فمن سيحملها؟ من سيحمل هذا النور؟ من سيحمل هذه الشعلة للناس، شعلة الهداية؟ يا ترى من سيحملها بعلمه؟ من سيحملها بماله؟ من سيحملها بفكره، بقلمه، بموهبته، بإبداعه؟ لنا في حبيبنا صلى الله عليه وسلم أسوة في الصبر، في التفاؤل، مع كل هذا التعنت، مع كل هذه الشدائد والاتهامات، مع كل هذه المحاولات، محاولات محاصرة الحقيقة، حصار تضربه قريش، حصار إعلامي كما يفعله الآن النظام العالمي، حصار إعلامي لضرب للبعد أو لضرب سد منيع بين الناس وبين حقيقة هذا الدين، حصار منيع تحاول قريش أن تفرضه وأن تضربه بين الناس وبين الحقيقة. لكنه صلى الله عليه وسلم مع كل ذلك يستمر في دعوته بلا يأس بلا كلل. كلما ضاقت مكة تلمس الأتباع حولها، لقد لبث صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الحجاج في منازلهم، في خيامهم، في مساكنهم، بالمواسم، في مجنة، في عكاظ، في بمنى، بكل مكان، يصرخ فيهم: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ هذه الرسالة؟ من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وله الجنة، وله الجنة. فلا يجد أحد، لا يجد أحد يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل يرحل صاحبه من مصر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذووه رحمة، فيقولون: احذر، احذر من فتى قريش. إعلام صارخ في اليمن، في مصر، يريد الرجل أن يرتحل لمكة فتكون الدعاية هناك: احذر فتى قريش لا يفتننك، احذر فتى قريش لا يفتننك. سبحان الله، احذر فتى قريش لا يفتنك. هم نمقوا لوحة، هم نمقوا لوحة بالرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم. أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء للقمم، والحوض والكوثر الرقراق جئت به، أنت المزمل في ثوب الهدى فقم. قربت للعالم العلوي أنفسنا، مسكتنا متن حبل غير منصرم. صلى الله وسلم على رسول الله. أخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم يمشي، يمشي بين رجال الحجيج وبين رحالهم وبين خيامهم، يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بأصابعهم، إشارة معجب، وتارة إشارة ساخر، وتارة إشارة مشفق. وهناك من قيده الخوف فلا يستطيع أن يشير حتى بأصبعه، ربما أشار بقلبه لشدة ما سمعه عن هذا الرجل. وهكذا مع كل صباح
يعود الحبيب صلى الله عليه وسلم من جديد بين الرحال، بين الخيام، بين الحجيج، لمحاولة التبشير بدعوته، لينتشل من يستطيع أن ينتشله منهم. أزقة مكة المؤدية لبيته الصغير، وهو يخرج في الصباح الباكر لا تخلو من المتربصين له، الذين يحملون الأذى بأيديهم تارة وبألسنتهم تارة، يسمعونه ما يكره عليه الصلاة والسلام، حتى اسمه قلبوه، حتى اسمه عليه الصلاة والسلام بدل أن يقولون محمدا قالوا مذمما، فأخذوا يشهرون هذا الاسم. لكن ذلك لا يضره، فالله يصرف عنه الأذى ويصرف عنه اللعن، حتى قال صلى الله عليه وسلم مليء بالتفاؤل والثقة بالله عز وجل، كان يقول لبعض أصحابه: انظروا قريشا كيف يصرف الله عني شتمهم ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يقول: لعنة الله على مذمم، ومذمم فيه وفيه، ولا يلمسون ولا يهمسون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ القراءة العكسية، لاحظ صاحب التفاؤل كيف قرأها صلى الله عليه وسلم، لم يقل غيروا اسمي وقلبوه، لم يظل صلى الله عليه وسلم ينوح لقد اتهموني وقالوا عني مجنون وسموني مذمما، وإنما أخذ الجانب الآخر، أخذ الجانب الآخر، رأى الجانب النصف الكأس الآخر كما يقولون، فقرأ قراءة أخرى نتمنى أن نقرأها نحن في هذا الزمن، ولا يستطيع أي أحد أن يقرأها إلا من امتلأ قلبه ثقة ويقين بالله عز وجل، ثقة بدينه وبدعوته، ويقين بالله سبحانه وتعالى ونصرته. نواصل فتح صفحة جديدة من هذه الصفحات العجيبة. تستمر قريش تهزأ بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتسخر، تقول يوما للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا. أي سخرية يا ترى؟ يا محمد ادع لنا ربك إن كنت صادق أنك نبي أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا، عندها نؤمن بك. قال صلى الله عليه وسلم: تفعلون؟ أتؤمنون حقا لو تحول جبل الصفا إلى ذهب؟ قالوا: نعم. فدعا صلى الله عليه وسلم، دعا عليه الصلاة والسلام، فأتاه جبريل، قال: يا محمد إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهب، إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بقدر ما تكون الآية والمعجزة ولا يحصل الإيمان، إنما تكون السخرية، يكون الغضب ويكون العذاب. فإن شئت يا محمد أن نحول جبل الصفا ذهب حولناه، لكن من كفر منهم سيكون له العذاب الأليم. وإن شئت يا محمد فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وإن شئت يا محمد فتحت لهم باب الرحمة، التوبة والرحمة. والله يا إخوة لو كنا بمثل هذا المقام لضاقت أنفسنا ذرعا، والله يا إخوة لو جاء بعضنا شيئا من الأذى والسخرية وضاق عليه أعداؤه وضيقوا عليه من كل جانب وسخروا في معه من كل اتجاه، ربما لفرحنا بمثل هذه النصرة ولقلنا: يا ربنا عجل بأخذهم، اللهم اجعل حياتهم واقلب موازينهم وضيق عليهم أنفسهم وأنفاسهم، وغير ذلك مما نسمع من أدعية القنوت عند بعض الأئمة. لكن المدرسة المحمدية لا، شيء آخر تماما، لكن نبي الرحمة قلب آخر تماما، يخير الآن وهو يرى ويسمع شدة الأذى، سخرية، تحدي من الطرف الآخر، من العدو، من الجهة المقابلة، تحدي له بكل سخرية: يا محمد إن قلبت لنا الصفا ذهبا آمنا بك،
ثم يأتي خبر السماء: يا محمد إن شئت أن نقلب الصفا ذهبا قلبناه لكن لم يؤمنوا يا ويلهم من شدة العذاب. فإن شئت هذا وإن شئت يا محمد فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فإذا بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يتخلى عن حظوظ النفس والهوى في حال حب الناس والحب للناس والخير للناس، بل يا الله، بل يا ربنا، باب التوبة والرحمة، باب التوبة والرحمة. نعم، اختار عليه الصلاة والسلام باب التوبة والرحمة، فيا روعته، يا لرحمته صلوات الله وسلامه عليه، حتى بهؤلاء الذين آذوه وقهروه وآلموه، ومع ذلك يطلب لهم باب الرحمة، يطلب لهم باب التوبة. ما أعظمك، ما أروعك أيها الحبيب عليك الصلاة والسلام. إنه لم يبعث جبارا، لم يبعث منتقما، إنه كما قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدات. رسالة لكل الشباب، لكل الصالحين والصالحات، لكل الدعاة العاملين في طريق الدعوة: لا تحترقوا، لا تؤذوا الآخر، لا تؤذوا من خالفكم، اصبروا وصابروا. مهما قالوا ومهما ادعوا، فإننا ننظر إليهم بعين الرحمة، بعين الشفقة، بعين الحب. ومن نظر بعين الحب لا يمكن أبدا أن يلهج لسانه بدعاء العذاب على من خالفه. لا والله، هكذا علمنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام، هكذا هي مدرسة الرحمة. إنما أنا رحمة مهداد. وكل من سار على نهجه كان لزاما أن يكون بهذا المنهج: إنما أنا رحمة مهدات. لعلي أقف عند هذه الصفحة، وما ذكرت من الصفحات فيه خير ودروس وعظات، لكني أختم بما بدأت به. ما أحوجنا لهذه السيرة العطرة وربطها في واقعنا المعاصر، ما أحوج الكثير منا، ليس فقط الأجيال من الشباب والفتيات، بل والله حتى الكبار منا، ما أحوج إلى أن نرجع لكتب السيرة فنقرأ قراءة المستفيد المتمعن المتصفح، نفتح تلك الصفحات بقلوبنا، ننظر إليها بأفئدتنا، ليس بمجرد نظرة العين، ليست بمجرد قراءة ذلك النص في ظاهره، لا، بل الغوص في كنوز السنة، الغوص في كنوز السيرة، الإخراج هذه الدروس التي تتلألأ للناس، ليعيش الناس جمال وسحر هذا النبي الكريم العجيب، نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام. يا الله، كم نحن مقصرون في حق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. إي والله، كم جفينا الحبيب عليه الصلاة والسلام، كم ابتعدنا عن سنته وعن سيرته وعن صفحاته صلوات الله وسلامه عليه. فلما ابتعدنا، أمر طبيعي أن يبتعد الكثير من الأبناء والبنات، فهل نعود مرة أخرى؟ هل نعود؟ أتمنى والله أن نعود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.